بقول لك ايه، تعالي بقى افسحك بالعربيه الجديده ونروح طنطا، ولا اقول لك تعالي نتسرق منهم ونروح اسكندريه؟ لا مش هينفع، ما اقدرش. ايه ده اشمعنى المره دي؟ ما احنا المره اللي فاتت روحنا اسكندريه وقضينا 4 ساعات زي العسل العسل. بس دلوقتي الوضع اختلف. وضع ايه؟ انا ما حبيتش اقولك اول ما وصلت عشان ما اكننش عليك في الوقت اللي قضيناه مع بعض، بس لازم اقولك عشان تاخد موقف صريح وواضح. يا دي المواقف. بصي بقى، انا ما اكرهش في حياتي حاجه قد المواجهات والمشاحنات. ليه كل حاجه ما تبقاش سهله؟ طب ولما تبقى حاجه بتحبها هتروح منك، مش هتدافع عنها تسيبها؟ تقصدي ايه؟ تقصدي نفسك؟ ايوه. فهمت، راعي البقر. ها، جدي قرر ان انا لازم اتجوزه الشهر ده، ومن ساعتها وانا بحاول اتصل بيك وانت ولا مره رديت عليا. يا نهودة، وات كان اي دو؟ اقدر اعمل ايه؟ تقدر تطلبني تتقدم لي، وانا لو خيروني هختارك. نو. مستحيل. ماما مش ممكن توافق، وكمان عمتك ام رأفت مش ممكن تقبل ان انا اخطب عروسة ابنها. يعني هتسكت؟ يا نهودة، انا ما عنديش ديفنس قوي. خلاص سيلا في، هارد لك لحبنا بقى. بالبساطة دي يا حامد؟ انت مش متخيلة ايه اللي ممكن يحصل. انا بس عاوزة رأفت يعرف، وهو نفسه هيرفض. يا سلام، وانت فاكرة بقى انه مش عارف؟ طبعا مش عارف، ده كان موتني. انت طيبة وعلى نياتك، امال هو ليه طردني انا واصحابي من المزرعة؟ عشان عارف اني خطفتك منه. مش ممكن، مستحيل. امال ليه وافق على الجواز؟ ازاي مش ممكن رأفت يكون عارف اني بحبك ويوافق على الجواز؟ انا عارفة رأفت كويس. رأفت ممكن يتجوزك عشان السبب ده، يحرمني منك، ومن ناحية تانية يعملك صورة من أمه، الزوجة العازبة. دايما عشان خاطري لازم نفجر الموقف. احمدي ارجوك اطلبني حتى لو مش هتتجوز، عشان خاطري لازم تتم المواجهه. ارجوك يا نادي. خير يا عمتي؟ حصل ايه؟ وقعتي قلبي. اقفلي الباب اجري اجري. ايه اتكلمي بقى، ما توجعيش قلبي. بالراحه، اسمعيني وفهميني. أني عاوزاكي تتصرفي بعقل. ليه؟ علشان ما نشمتش الولية ألفة فيني. هو أني عاد في عقل؟ اتكلمي، الله لا يسيئك. يا ولية اهدي وطي صوتك. البت ناهت بنتك لسه صغيرة، ما تعرفش صالحها فين، ماشي؟ والواد الملعون مادي عمال يغري فيها، بيعمل حركات قرعة. ايه؟ يغري فيها؟ بنتاني؟ ناهت بنتي؟ ايوه ناهت بنتك. لقيت بنتك بتحب مادي. ايوه، وبتقابله وبتخرج معاه، ودلوقتي وفي اللحظه دي هما الاثنين مع بعض بره من ساعه ما وصل البلد. يا حومتي، ايه الكلام ده يا عمتي؟ يهون عليكي بنتي تشنعي عليها بالكلام البطال ده؟ حرام عليكي، ما كانش العشم. اشنع ايه وهبب ايه يا وليه؟ ده مش كلام. امال فعل؟ لا لا يا عمتي، أنا بنتي متربية أحسن تربية، ولو غرضك بقى تفشكلي الجوازة قوليها كده بالمفتشر على طول، وأنا من الصبح أجوزها سيد الرجالة. طب تسدي تسدي، وأنت عاملة زي المكنة على الرشاش كده. اهدي. إيه يا ولية؟ هتفضحينا؟ بطلي الغاغة اللي أنت عاملاها دي وافهميني بقى. اسمعي، ايه الملعوب دي عاملاه الولية ألفت، متفقة مع الواد مادي انه ايه يزغل العينين البيت عشان يفرقنا عن بعضينا. فهمتي يا اختي؟ ها، ما تخليكي واعية. امال يا ليلى سوخة،
بقى بنتي تبص الراجل غير رأفت؟ لا مش ممكن ابدا. ماني قلتلك البنت صغيره عيلي والواد متدلع بيعمل حركات غريبه يا اختي، يقعد يلزق دماغه يا اختي بسمنه ولا بزيت ولا مش عارفه ايه، ويوقف الياقه بتاعه القميص ويعوي بقه وهو بيتكلم، حركات بتحبها البنات يعني وتزغلي العينيه. مين اللي قالك الكلام ده؟ انا ما بحبش الرد في الكلام، اللي قال لي قال لي، المهم انني اتاكدت بنفسي. دلوقتي المطلوب منك انك ترجعي البنت لعقلها، وانا من ناحيتي هرجع ابني لعقله عشان نتمم الجوازه بقى. ايه وترجعي ابنك لعقله ليه؟ اياكش يكون هو اللي قال. ايوه هو اللي قال لي، شافهم وقال لي، ارتحتي بقى؟ المهم دلوقتي اني ممكن اميل دماغ ابني، عليك انت بقى ترجعي بنتك لعقلها وتخليها تبعد عن الواد المايس اللي اسمه مادي ده. داني هكسر رقبتها واقعد عليها فطاصه. لا تقعدي عليها ولا تفطصيها، الحكايه مش بالعافيه. انت كلميها بالعقل كده، فهميها انها لو ما اتجوزتش رأفت مش هتتجوز مادي طبعا لانهم اخوات، وبعدين اصلا الواد مادي ده مايس مش بتاع جواز، مش هيتجوزها. وهي دي حاجه عايزه كلام كده باللسان؟ وديني لقطع خبرها. اه شعر يا ماما. يا مقصوفة الرقبه، عايزه تجيب لنا العار وتحطي راسنا في الارض. ايه يا بنت مش لاقي حد يلمك ولا ايه؟ انا مش صغيره عشان تضربيني كده. اني الود ود اقطم زمرت رقبتك نصين يا بنت، ده انا كنت هتشلي لما عرفت، ويمين الله ابوكي لو عرف هيسيح دمك. مين اللي قالك ده؟ اللي قال قال، المهم كلامه طلع صح. ايوه صح، انا بحب مادي وهو بيحبني ووعدني بالجواز. يخرب عقلك يا بنت الهبلة، بقى مادي ابن امه هيسيب بنات مصر ويتجوزك انتي؟ ليه؟ كان عمي في عينيه ولا كان عمي في عينيه؟ يا بنت عقلي ما تجننينيش. بيحبني يا ماما وانا بحبه. يا اخي حبك برص وعشرة خرص، وكتاب الله ان سمعتك تنطاي اسمه تاني لقطع خبرك وتويكي مكان ما انتي واقفه. هي ايه الحكايه؟ كل اللي اسمهم ناهد بتجيلهم شوطه؟ كنت شفتي ناهد الغرباوي فلحت قوي عشان تقلديها وتخرجي عن طعنه؟ يا ريتني اقدر اعمل زيها ولا انيش اتجوز رأفت، انا عندي افضل عنس طول عمري احسن مليون مره من اني ابقى زي عمتي امال. دي حتى ما تنفعش شال عمه. ضحكوا عليك الخواجات يا عاصم وباعوا لك الترماي. لو الترماي موجوده في العصر ده يا حاج كان زمانه اتباع فعلا، واللي هيشتريه كان هيبقى هو اللي كسبان. عقبال بقى ما تشتري العتبة الخضراء زي اسماعيل ياسين. هاي ايفريبادي. هاي. اهلا يا حامد يا غرباوي يا صغير. هاو ار يو ماي جراند فادر. اهلا يا ولد. هاو از ايفريثينج. اهلا اهلا. انت كنت فين ده كله؟ ها؟ ده العزبة كانت وحشاني، فقلت اطمن عليها بقى، زرعة زرعة وشجرة شجرة. مش تسلم على اخوك الكبير؟ طبعا. الكاوبوي العظيم. ازيك يا رأفوطة؟ تقيل يا ابني، انت مش هتبطل الحموضة اللي بتنشع منك على الناس دي؟ الزبادي احسن حاجة للحموضة. وبعدين انت بتزعل ليه؟ انا بهزر معاك واحنا متعودين على كده، مش انا بقول لك الكاوبوي العظيم الكاوبوي اللذيذ؟ بس سيبك انت بقى من كل ده، انت كاوبوي بس مصري. عموما ده شرف ليا، بس انا مش راعي بقر، انا صاحب مزرعة مواشي الغرباوي يا حبيبي، فهمني يا مداميدو. مش تتكلم بقى، سكت ليه؟ اصبري مش وقته. ما تشاركونا معاكم في الحديث كده، ولا يعني ما تحلاش الوشوشه اللي واحنا كلتنا قاعدين؟ الوشوشه في الجماعه عيب يا عاصم. ابدا يا بابا، دي كانت بس بتفكرني بالهديه اللي انا جبتها لرأفت، اصل انا زي ما انت عارف بحب العدل جدا، زي ما جبت المادي عربيه وبوسينه طقم الماز، جبت الرأفت ساعة ذهب قيمة جدا تمنها 5000 جنيه. يا صلاة النبي على العدل يا ولاد، ده أنا جايبها لك على ذوقي. اتفضل يا أستاذ. أوه إيه الشياكة دي؟ برافو يا ماما، تري شيك. على فكرة لازم تجيب لها إنسيال ذهب، والسلسله اللي هي بتتقفل على الرقبه دي عارفها؟ الرفيعه قوي دي. ايوه. لا دي تلبسها انت دي. ميرسي يا بابا قوي، متشكر على الهديه، ما تنفعليش. الساعه دي محتاجه اللي يقدر يقدر قيمتها ويفهمها كويس. ابقى اديها لمادي مع الانسيال والسلسله والعربيه الجديده ويسرح مع البنات، انما انا لا، بعد اذنك.